حب الناس كلها. ده شرط، شرط انك تخش السماء. ان ما قلتش الناس كلها حلوه مش هتخش السماء، وتقول وانت مقتنع. خلي بالكوا الناس خاطيه، ده وضع عارض، وضع مؤقت. الطبيعي انه حلو، الطبيعي انه خلق على صوره الله ومثاله. الخطيه شوهته شويه مفيش مشكله. ما تحكمش على العارض، ما تحكمش على المؤقت. هو حلو. طب احنا لو شفنا السيد المسيح على الصليب شكله حلو؟ هو ده ابرع جمال من بين البشر؟ مش دي خطايانا اللي عملت كده؟ اخويا برضو كده، اخويا الخطيه تعبته، خلتني حكمت على الخطيه اللي فيه، حوش الخطيه تلاقي حلو. يقول لك انا سوداء وجميله، انا سوداء وجميله يا بنات اورشليم، انا اللي تعبتني الخطيه، اللي شوهتني الخطيه، الشيطان تعبني، ما تجيش انت كمان عليا، انت تنظفني. السيد المسيح لما غسل ارجل التلاميذ كان يقصد كده، يقول له يا بطرس انت هتعرف بعدين. هعرف ايه يا رب؟ لما تلاقي اخوك فيه وسخه تغسله. ان كنت وانا المعلم قد فعلت معكم هكذا فانتم ايضا. لما تلاقي حد من اخواتك اغسله ونظفه، ما تحكيش عليه، ما تشحرش بيه، ما تعرهوش.